والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول الذين نفوا الشفاعة وهم المعتزلة، الشفاعة نفاها المعتزلة فقالوا إن من استوجب النار لا بد أن يدخلها، بناء عندهم على أنه لا يستوجب النار إلا كافر، لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر من هذه الأمة فيقولون لا تنفعهم الشفاعة، من استوجب النار فإنه لا بد أن يدخلها ومن دخلها فإنه لا يخرج منها، هذا مذهبهم، فينفون الشفاعة التي ثبتت وتواترت بها الأدلة. هذا طرف. الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة، غلوا في إثبات الشفاعة وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات ويطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، وإذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا، هذا طلب للشفاعة، كما قال المشركون الأول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها، حتى طلبوها من غير الله، من الموتى والمقبورين، وطلبوها أيضا لمن لا يستحقها وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا كما هي عادتهم، أنهم عادتهم الوسطية بكل الأمور ولله الحمد، فهم لم ينفوا الشفاعة مطلقا كما نفتها المعتزلة، ولم يثبتوها مطلقا كما غلا في إثباتها القبوريون والخرافيون، وإنما قالوا الشفاعة حق لكن إذا توفرت شروطها المذكورة في القرآن الكريم، إذا توفرت شروطها فهي حق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الوسطية، ومما يجري في يوم القيامة الشفاعة، ولهذا ساقها المصنف رحمه الله في جملة ما يكون يوم في اليوم الآخر، أنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر ومنه الشفاعة، ومنه الشفاعة.